على إثر الحادثة الأليمة التي وقعت يوم 17 غشت بمنطقة بولانوار، نتقدم بالتعازي لأسر من وفتهم المنية، كما نتمنى الشفاء للمصابين. فيديوهات وصور الحادث عرفت انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل غاضبة ومنددة بالوضع الصحي بالمدينة وبحالة المستشفى، إضافة إلى حالة الطريق الرابطة بين خريبكة والفقي بن صالح، معرجين على دور المجمع الشريف للفوسفات في تنمية المدينة. هنا مثلا يونس بشارات يقول: فقط بحافلة، سائق متهور وغير مراقب من طرف مشغليه ومن طرف المسؤولين، طريق قاتلة حصدت الكثير من الأرواح وغير صالحة في أغنى أرض بالمملكة، مستشفى إقليمي بتجهيزات قليلة وغير مؤهل لاستيعاب ضحايا الحوادث واختصاصه الإرسال الكازا. يمكنك أن ترى فاجعة في مدينة الكوارث. هذه المنطقة ديال خريبكة اللي الفوسفار والخيرات والثروات، علاش بقى الطرق دايره بحال هكاك؟ علاش؟ أما صفحة كازاوي دوريجين وخريبكة الحدث، معلقين عن الطريق التي وقعت بها الحادث: هل تعلمون أن الطريق التي وقعت فيها حادثة سير اليوم في قلب الفوسفات بالمغرب، عاصمة الفوسفات فوق الكرة الأرضية، الطريق بين خريبكة والفقيه بن صالح، هي طريق تشق أكبر مقالع الفوسفات في العالم، ومع ذلك فهي طريق أحادية، ممر تيدي وممر تيجيب. أما محمد أبو يحيى فكتب ساخرا: الكسيدة وقع في خريبكة وسبيطار في كازا. لا يعقل عباد الله على أنه في مدينة كمدينة خريبكة اللي تعتبر عاصمة الفوسفات في المغرب وما فيهاش مستشفى يعني يستطيع أن يستوعب كل هؤلاء الجرحى أو الذين قضوا في هذه الحادثة، وكيضطروا الناس باش ياخذوا لي زومبيلونس أو سيارات الإسعاف ويمشوا حتى للدار البيضاء ب 1200 درهم وما يلقاوش الدواء، لان اما السكانير ما كاين واما اللي مكلف بالسكانير وهذا عذر اقبح ومن زله خارج عطله. ريم رضا قالت: بمستشفى الحسن الثاني في خريبكة الذي لا يحمل الا الاسم، نظرا لغياب اطر طبيه متخصصه في مختلف التدخلات وباقي اطر التمريض لا حول لها ولا قوه، نظرا لقلة إمكانيات العمل بل وانعدام بعضها. أحمد طاهوري بدوره تساءل ساخرا: شي طيارات ومروحيات دارهم وزير الصحة الوردي، شفتهم غبروا، ألاه في هذه الفاجعة ما ينزلوش واحد ثلاثة طيارات ينقذوا الناس؟ ليجيبه منير فريد ساخرا: حتى يمرض شي قاوري في الجبل ويخرجوا. أما حرار محمد فأجاب قائلا: طارو مع بطاقة الراميد هو اللي اخترعها. أنا باش نسمع على خريبكة خاص يكون فيها معاهد عليا، خريبكة خاص يكون فيها مستشفيات كبار، خريبكة خاص يكون فيها مسرح كبير، خريبكة قداش عباد الله عمرك شفتي مدينة ومدينة الأولى عالميا في الفوسفار، الأولى عالميا في الفوسفار، بعدهم السبيطار. تبقى النقطة المضيئة بالحادث حملة التضامن الواسعة التي أبانت كالعادة عن المعدن النفيس للساكنة، دون أن ننسى تفاني مجموعة من الأطر الطبية والوقاية المدنية والمسعفين وعدد كبير من المسؤولين في أداء عملهم ونكران الذات. مروان الحاج مروان مثلا يقول: مشهد إنساني، صورة تبين تهافت سكان مدينة خريبكة الذين يريدون التبرع بالدم لفائدة إخوانهم الذين أصيبوا في الحادث المأساوي الذي وقع بين طريق الفقيه بن صالح ومدينة خريبكة. ليعقب عليه نور الدين الدوامي قائلا: نعم أخي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا جزاكم الله خيرا، ولكن علينا أن نطالب المسؤولين بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مستشفى في المستوى، طريق في المستوى، حتى لا ننتظر كارثة أخرى ثم نبكي ونقدم الشكر للمسؤولين. الله يرحم الوالدين، صيبوا طريق مزيانة. الله يرحم الوالدين، ديروا لنا سبيطار في المستوى، وآنذاك نقدم لكم الشكر. شكرا لجنود الخفاء، شكرا لأولاد الشعب، شكرا لكل الأطباء والمساعدين، شكرا للساكنة. لكن
ما يحز في النفس رغم هول الفاجعة التي حصدت أرواحا كثيرة، أغلبهم نساء وأطفال. لم يكلف أي مسؤول نفسه حتى عناء الترحم على أرواح الضحايا وتقديم التعازي لعائلات الضحايا. في الأخير، لم أجد سوى مقطع من فيلم ضد الحكومة لمرافعة أحمد زكي في حادثة اصطدام حافلة للأطفال لأختم بها. إن هذه جريمة، جريمة كبرى، لا بد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليسوا بشرا خطائين مثلنا؟ أليسوا قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا، تصبحون على واقع أفضل.